بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله باذن الله هيبقى الهيموليتيك انيميز. دي هنتكلم عليها في جزئين، بارت 1 هنخلصه في البدايه. دي التايتلز اللي احنا اتكلمنا عليها لغايه دلوقتي في الهيماتولوجي. اتكلمنا على الابروتش والانترودكشن تو انيميا، بعد كده اتكلمنا على المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، بعد كده اتكلمنا على الميجالوبلاستيك والابلاستيك انيميا. هنبتدي ان شاء الله باذن الله في الجزء الاولاني الهيموليتيك انيميز. الهيموليتيك انيميا ايه المقصود بيها؟ دلوقتي النورمال ريد بلاد سيل اللايف سبان بتاعها بيبقى 120 يوم. يبقى اي حاجه هتؤدي الى بريماتشور ديستركشن وشورتنينج لللايف سبان اوف ذا ريد بلاد سيل، ده اللي بنسميه هيموليتيك انيميا. يبقى الديفينيشن بتاع الهيموليتيك انيميا بريماتشور ديستركشن اوف ذا ريد بلاد سيلز. الوضع طبيعي ان النورمال بيبقى في عندي بالانس بين البرودكشن وبين الديستركشن، يعني هاو ماتش از بروديوسد مفروض يبقى equals how much is destroyed. النورمال بون مارو بيبقى عنده القابليه ان هو يوميا يطلع حوالي 25 سيسيز من الريد بلاد سيلز. الديد ار بي سيز، ودي كنا اخذنا جزء منها في لما جينا نتكلم على الجوندس، انه الاولد ار بي سيز بتطلع حوالي من 6 ل 7 جرام من الهيموجلوبين. وموست معظم الكميه دي بتبقى موجوده في الريتيكلو انديثيليال سيستم. يعني الاولد ار بي سيز لما جينا، ولو نفتكر لما جينا نتكلم على الجوندس، قلنا الاولد ار بي سيز بيبقوا ترابت في الريتيكلو انديثيليال سيستم اللي هو اساسا موجود في السبلين، وبجوه الريتيكلو انديثيليال سيستم اللي هي الماكروفاجز الريد بلاد سيل بتتكسر وبتطلع الهيموجلوبين اللي هو في الاخر بيديني البيلروبين اللي هو جزء منه بيبقى باوند للالبيوبين ويروح على الليفر. لكن 10% just 10% من الكميه بتاعت الهيموجلوبين بتاعت الاولد ار بي سيز بتوصل دايركت على السيركيوليشن، والكميه الصغيره دي اللي هي حوالي 10% بتمسك في كارير بروتين اسمه هبتوجلوبين. الهبتوجلوبين اللي بيمسك الجزء القليل من الهيموجلوبين اللي طلع بيروح على الليفر سيل، يبقى الهيباتوسايت بتاخد الهيموجلوبين هبتوجلوبين كومبلكس وبتبتدي تعمل له كليفج وبتعمل ريسايكلينج عشان تعمل ريوز للامينو اسيدز اللي موجوده. يبقى معنى كده ان لو في عندي ماسيف هيموليسيس، يعني جزء كبير جدا، كميه كبيره جدا من الريد بلاد سيلز ديسترويد انسايد ذا فاسكولار سيستم، يبقى معنى كده ان الكاباسيتي بتاعت الهبتوجلوبين هتبقى اكسيدد، فالهيموجلوبين يبتدي يظهر في اليورين. الهيموجلوبين بيظهر في اليورين، اول حاجه بيحصل ان الماسيف اماونتس من الهيموجلوبين بتروح على الرينال تيوبولار سيلز. الرينال تيوبولار سيلز جواها الهيموجلوبين بيتحول الى بايل بيجمنتس، وجوه السيلز بيحصل اللي هي الرينال تيوبولار سيلز بيحصل ريليس للايرن موجود جوه الهيموجلوبين. يبقى معنى كده هو انه التيوبولار سيلز اللي بتبقى سلافت مع اليورين في الحاله دي هيبقى فيها اكسس ايرن، والاكسس ايرن اللي موجود في السلافت تيوبولار سيلز بيتصبغ بصبغه معينه بتبقى براشن بلو، وهو ده اللي بيؤدي الى انه لون اليورين لما بيحصل ماسيف هيموليسيس جوه الفاسكولار كومبارتمنت بيدي دارك يورين، وده اللي بنسميه هيموجلوبينوريا. يبقى الهيموجلوبينوريا دي معناها ان الهيموليسيس حصل جوه الفاسكولار كومبارتمنت. بوجه عام كل انواع الهيموليتيك انيميا بتبقى بتتميز باول حاجه انكريس في الريت اوف برودكشن اوف ار بي سيز، وطالما انا عندي البون مارو از نورمال يبقى معنى كده ان البون مارو هيزود البرودكتيفيتي تو كومبنسيت فور ذا ديكريست ليفل بتاع الار بي سيز. والانكريس برودكتيفيتي بتبقى ريفلكتد ازاي؟ بيبقى في ريتيكولوسايتس. لو نفتكر احنا قلنا ان اليانج ريد بلاد سيل بتبقى عباره عن ريتيكولوسايت اللي هي بيبقى لسه فيها ار ان اي، يبقى معنى كده هو انه البون مارو بيطلع وبيشتغل بسرعه قوي قوي قوي، فبيطلع لي كميه ريتيكولوسايتس كتيره، يبقى في ريتيكولوسايدوزس. الحاجه اللي بعد كده هو ان نتيجه الدستراكشن والهيموليسيز اوف ار بي سيز الكونتنت بتاعت الار بي سيز اللي هي اساسا هيموجلوبين والايرن الكميه بتاعتها بتبتدي تزيد في الجسم. يبقى الكاركترستكس اوف هيموليتيك انيميا increased rate of RBCs, reticulocytosis, retention of iron نتيجة destruction of the red blood cells. في الحالة دي ان الاير ده هو بيبقى recycled،
يبقى معنى كده هو ان ممكن يبقى في عندي حاجه اسمها كومبنسيتد هيموليسيس، ان الكميه اللي بتبقى ديسترويد تقريبا بتوازي الكميه اللي بتبقى بروديوس عشان الريسايكلينج بتاع الايرن اللي بيخلي ان البون مارو از كابابل تو كومبنسيت فور ذا ديكريست ليفل اوف ذا ريد بلاد سيلز. لكن لما بيحصل سيفير هيموليسيس وماركت ديكريس في العدد بتاع الريد بلاد سيلز، في الحاله دي البروسيس بتاعت الاريثروبويسيس ممكن ما تبقاش بس موجوده في البون مارو، ممكن البروسيس بتاعت الاريثروبويسيس تبتدي ات مايت تيك بليس ان اذر ارياز زي السبلين والليفر، وده اللي احنا بنسميه اكسترا ميدالري هيماتوبويسيس. يعني معناها ان البون مارو لوحده ات از ان ايبل تو كومبنسيت فور ذا هيموليسيس، فاذر سايتس ات ويل بارتيسيبيت في الاريثروبويسيس، وده اللي بنسميه اكسترا ميدالري هيماتوبويسيس. الهيموليسيس لما بيحصل يا اما يحصل جوه البلاد فيسلز وده بنسميه انترا فاسكولار هيموليسيس، او ممكن يحصل بره البلاد فيسلز ده بنسميه اكسترا فاسكولار. ولما بيحصل اكسترا فاسكولار هيموليسيس بيحصل اساسا within the phagocytes بتاعت الريتيكلو اندوثيليال سيستم. يبقى الهيموليسيس يا جوه البلاد فيسلز بنسميه انترا فاسكولار يا اما اكسترا فاسكولار. الانترا فاسكولار هيموليسيس اللي هو الدستراكشن اوف ذا ريد بلاد سيل جوه البلاد فيسلز زي ما شرحنا قبل كده او زي لسه شارحين دلوقتي، انه بيتميز ان في عندي هيموجلوبينوريا وهيموسيدرينوريا، ان اليورين بيبقى فيه هيموجلوبين وهيموسيدرين اللي هي الايرن اللي موجود جوه السلابت والنكروز تيوبولار سيلز. في نفس الوقت انه الهيموليسيس لما بيحصل في الحاله دي كميه البيلروبين اللي بنسميها الانكونجوجيتد بيلروبين بتزيد، ودي كنا شرحناها في الجوندس. يبقى الهيموليسيس بيعمل لي unconjugated hyperbilirubinemia اللي هي الهيموليتيك جوندس. وفي نفس الوقت انه لو حصل كميه كبيره جدا من الار بي سيز ديسترويد او هيمولايزد انسايد ذا انترافاسكولار كومبارتمنت، يبقى معنى كده ان الهيموجلوبين لود اللي رايح على الكيدني تيوبولار سيلز بيبقى كبير، ده ممكن يعمل لي اكيوت تيوبولار نيكروسيس. وزي ما اتفقنا ان كميه الهيموجلوبين اللي بتبقى ريليز في البلاد بتمسك في كارير بروتين اسمه هيبتوجلوبين، يبقى معنى كده ان الليفل والكونسنتريشن بتاع الهيبتوجلوبين بيبقى كاركترستيكالي لو. الاكسترا فاسكولار هيموليسيس زي ما قلنا بيحصل اساسا في الفاجوسيتك سيلز اللي موجوده في الليفر وفي السبلين، لانه النورمال سيتويشن ان الاولد ار بي سيز الممبرين بيفقد الالاستيسيتي بتاعته، فالاولد ار بي سيز بتبقى ترابت جوه السيلز بتاعت الارتيكلو اندوثيليال سيستم اللي هي اساسا السبلين، وبتبقى انجلفد باي ذا فاجوسايتس وبتبقى ريليس الكومبوننتس بتاعته عشان تبقى ريسايكلد. يبقى معنى كده ان النورمال سيتويشن اليانج ريد بلاد سيل لانه الاستراكشر بتاع الممبرين از نورمال بتبقى كيبل اوف باسنج ثرو ذا فيري نارو فينستريشنز بتاعت الريد بالب في السبلين، عشان كده ما بتبقاش ترابت. لكن الاولد ار بي سيز بتبقى ترابت جوه الريتيكلو اندوثيليال سيلز اللي جوه السبلين وبتبقى ديسترويد عشان تبقى ريسايكل. القصه دي بتحصل بعد 120 يوم اللي هي الفتره اللي بيبقى بتوازي اللايف سبان بتاع الريد بلاد سيلز. الاكسترا فاسكولار هيموليسيس على عكس بقى احنا قلنا الانترا فاسكولار هيموليسيس لازم يكون في عندنا هيموجلوبينوريا وهيموسيدرينوريا، ويبقى لكن الاكسترا فاسكولار هيموليسيس لا يمكن يبقى اسوشيتد مع هيموجلوبينيميا ولا هيموسيدرو ولا هيموجلوبينوريا ولا هيموسيدرينوريا. ليه؟ لان الدستراكشن اوف ذا ريد بلاد سيل بيحصل انسايد او اوتسايد ذا فاسكولار كومبارتمنت. لما بيحصل ماسيف هيموليسيس وريبيتدلي والقصه دي بتبقى كرونيك، يبقى معنى كده انه الاماونت اوف ايرن ريليست هتبقى زايده. يبقى معنى كده هو هنوصل لمرحله ان بيبقى نتيجه الكرونيك هيموليسيس الايرن انسايد ذا بودي بيبقى كميته زايده، وده بيؤدي الى ابنورمال ديبوزيشن اوف ايرن في الفيريوس تيشوز زي ما هنشوف بعد كده. هو يبقى الكرونيك هيموليسيس بيؤدي الى اكسس اماونت اوف ريليس ايرن، ولانه البروسيس بتاعت الاكسكريشن بتاعت الايرن نورمالي بتبقى ليميتد، يبقى معنى كده ان هنوصل في مرحله مع الكرونيك هيموليسيس هيبقى في عندي انكريست ابنورمال اماونت اوف اكسس ايرن. ايه اللي ممكن يعمل لي الهيموليتيك انيميا وايه الاسباب؟ يا اما اسباب متعلقه بالريد بلاد سيل نفسها او اسباب خارج الريد بلاد سيل. يبقى في عندنا الهيموليسيس يا انترا كورباسكولار يا اكسترا كورباسكولار. الانترا كورباسكولار يا اما يا نتيجه حاجه في الممبرين اوف ريد بلاد سيل، يا اما حاجه ابنورمال في الابنورماليتي في الهيموجلوبين، او نتيجه ابنورمال في الانزيم اللي بيشتغل جوه الريد بلاد سيل.
الاكسترا كورباسكولار كوز ده يعني حاجه ما لهاش علاقه بالريد بلاد سيل نفسها، ده ممكن تبقى اميون ميديتد او ممكن تبقى ميكانيكال او ممكن تبقى انفكشن. نحفظ مجرد بس وان اكزامبل من كل حاجه من دول. يبقى الانترا كورباسكولار ميمبرين ابنورماليتي كفايه نعرف اللي هي الهيريديتري سفيروسايتوزيس، وما فيش مانع نعرف معاها الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا. ابنورماليتي في الهيموجلوبين يا سينثيتك يا ستراكشرال، سينثيتك اللي هي الثلاسيميا وستراكشرال اللي هي السيكل سيل انيميا. ابنورماليتي في الانزيم اللي موجود جوه الريد بلاد سيل، المثال الواضح جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز ديفيشنسي. اكسترا كورباسكولار اميون ميديتد اللي هي الاوتو اميون هيموليتيك انيميا باسبابها المختلفه، ممكن تبقى نتيجه ابنورماليتي في البلاد فيسل نفسه. الابنورماليتي في البلاد فيسل اللي بيؤدي الى ديستراكشن للريد بلاد سيل، ودي هنتكلم عليها في البليتليت ابنورماليتي، حاجه مشهوره جدا اسمها تي تي بي او ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، وحاجه اسمها هيموليتيك يوريميك سيندروم. الديستراكشن اوف ذا ريد بلاد سيل ممكن يبقى برضه حاجه ملهاش علاقه بالريد بلاد سيل انفكشنز، واشهر نوع انفكشن طبعا بيعمل هيموليسيس هي الملاريا. يبقى ده التلخيص بتاع الاسباب المختلفه اللي ممكن تعمل لي هيموليتيك انيميا. طيب الجنرال كلينيكال فيتشرز بتاعت الهيموليتيك انيميا زي ما اتفقنا، جولدس اللي هي بتبقى انكونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا. في حاجات كتيره جدا او في ميني كوزز اوف هيموليتيك انيميا السبلين بيبقى كبير. السيفير كيسز بتاعت الهيموليتيك انيميا نتيجه البروليفريشن ونتيجه ان البون مارو بيشتغل on a workload وبيبقى فيه عندنا active bone marrow، في الحالة دي ان active bone marrow بيحصل expansion للبون مارو، وده بيؤدي الى skeletal changes وبتبقى واضحة قوي قوي في حالات الثلاسيميا. يبقى معنى كده هو الجدول ده بيلخص الجنرال فيتشرز بتاعت الهيموليتيك انيميا، جوندس وبالور، ممكن يبقى فيه عندي سبلين وميجالي. الهيموجلوبين في الاول ممكن يبقى نورمال يعني في الستيج اللي هي بتبقى compensated. المين كورباسكولار فوليوم عاده بيبقى زايد لانه نتيجه الريتيكولوسايتوزس اللي هي بتبقى اكبر من الريد بلاد سيل ممكن تعمل لي زياده في المين كورباسكولار فوليوم. وزي ما اتفقنا انه البون مارو بيبقى ريسبوندنج ادكوتلي في البدايه عشان يعوض النقص بتاع الريد بلاد سيل، والاكتيفيتي والريسبونس النورمال ريسبونس بتاع البون مارو ده اللي هو بيعمل لي ريتيكولوسايتوزس، وبيبقى في عندي انكونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا، والال دي اتش بيبقى زايد لانه نتيجه الدستراكشن اوف ريد بلاد سيل بيحصل ريليس للاكتيك ديهايدروجينيز. وزي ما اتفقنا ان الهيبتوجلوبين كاركترستيكالي بيبقى فيري لو في الهيموليتيك انيميا. لما نيجي نتكلم على الهيريديتري او الانهيريتد تايبس اوف هيموليتيك انيميا، احنا الاول زي ما اتفقنا انه الريد بلاد سيل الحاجات الموجوده فيها موجود فيها هيموجلوبين، ومفروض يبقى الريد بلاد سيل دي الممبرين بتاعها بيبقى ليه ستراكشر معين عشان الريد سيل بتبقى سكويزد انتو ذا نارو فينستريشنز اوف ذا ريد بالب اوف ذا سبلين، وفي نفس الوقت في عندي انزيمز مهمه تو بروسيد انتو ذا نورمال ميتابوليك باث واي. يبقى معنى كده هو ممكن نشوف او ممكن نقسم الانهيريتد هيموليتيك انيميا على حسب ان في عندي حاجات ابنورمال بتبقى متعلقه بالهيموجلوبين، او عندي ابنورماليتي متعلقه بالسيل ميمبرين، او عندي ابنورماليتي متعلقه بالانزيمز اللي موجوده جوه الريد بلاد سيل. لما نيجي نتكلم على الابنورماليتي الاولانيه اللي هي ابنورماليتي في الميمبرين، البروتوتايب من الابنورمال ميمبرين بتاع الريد بلاد سيل اللي هو الهيريديتري سفيروسايتوسيس. هيريديتري سفيروسايتوسيس بيبقى انهيريتد بروبلم متعلقه بالسيتوسكيلتون والشيب اوف ذا ميمبرين اوف ذا ريد بلاد سيل. طالما في عندي ابنورمال شيب يبقى شكل الريد بلاد سيل ما بيبقاش الشكل التقليدي، بدل ما بتبقى باي كونكيف بتبقى سفيروسايت، بيبقى شكلها سفيريكال ان شيب. وطالما بقى سفيريكال ان شيب يبقى معنى كده ات ويل نوت بي سكويزد، ات ويل نوت بي سكويزد اكروس ذا ميمبرينز اوف ذا اكروس ذا فينستريشنز of the splenic pulp، وعشان كده بتبقى trapped inside the narrow fenestrations of the spleen. يبقى ده اللي هو مقصود بالهيريديتري سفيروسايتوسيس. طيب في الهيريديتري سفيروسايتوسيس من غير ما نخش في تفاصيل، الابنورماليتيز اللي بتؤدي الى هذا الكلام بيبقى ابنورماليتي في كومبوننت معين من البروتينز اللي بتبقى مسؤوله عن النورمال شيب of the red blood cell. الابنورمال شيب اوف ذا ريد بلاد سيل زي ما اتفقنا
بيخلي شكل الريد بلاد سيل مختلف عن الشكل الطبيعي، بدل ما تبقى باي كونكيف بتبقى سفيرويدال ان شيب، ولما تبقى سفيرويدال ان شيب يبقى معنى كده هو انها it will not be squeezed and it will not be easily passing across the narrow fenestrations of the splenic pulp، وعشان كده بيحصل هيموليسيس. انا مجرد بس حبيت اوريكم الدايجرام بتاع الممبرين، يعني شوفوا نتخيل، can you imagine ان ده النورمال ستراكشر بتاع الممبرين of the red blood cell. شايفين how complicated it is، كل بارت من ده مفروض بيبقى ليه انزيم معين بيعمله. يبقى ده النورمال شيب بتاع الممبرين of the red blood cell. اي abnormality في اي component من الـ extremely complex components of the membrane of the red blood cell بيؤدي الى الـ loss of the normal shape. وطالما قلنا واحنا ده شرحنا ان الـ loss of the normal shape معناها انه الـ red cell بيبقى شكلها مختلف، بدل ما تبقى biconcave بتبقى spheroid، وبناء عليه هتبقى easily trapped في الـ narrow fenestrations of the spleen. المنظر ده بيبين، يعني نيجي نبص على الرسمة اللي على الشمال نشوف شكل النورمال ريد بلاد سيل اللي هو بيتوقف على ان كل الكومبوننتس بتاعه الممبرين بتاع الريد بلاد سيل بيبقى واخد المنظر ده. لكن نتيجه ابنورماليتي معينه الريد بلاد سيل بدل ما يبقى شكلها كده، بصوا بقى شكلها بيبقى عامل ازاي، بتبقى سفيروسايت. السفيروسايت دي هتبقى ايزلي ترابت بالماكروفاجز جوه السبلين، عشان كده بيحصل فيه عندنا هيموليسيس. يبقى نخلي بالنا، يبقى معنى كده ان في السفيروسايتوسيس الهيموليسيس بيبقى اكسترا فاسكولار مش انترا فاسكولار. ليه اكسترا فاسكولار؟ لان السفيروسايتس بتبقى تراب جوه السبلين، وعشان كده بيحصل هيموليسيس. السفيروسايتوسيس السيفير فورمز بتبتدي مانيفيستيشنز سينس ايرلي تشايلدهود. المايلد كيسز، لان احنا خلي بالنا في عندنا سيفير ومايلد كيسز، لانه على حسب قد ايه الابنورماليتي افكتنج قد ايه من الاستراكشر اوف ذا ممبرين اوف ذا ريد بلاد سيل، في عندنا سيفير وعندنا مايلد فورمز. المايلد فورمز دي ممكن يبقى البرزنتيشن بتاعها متاجل شويه، بيبقى البرزنتيشن عند الادلت ايج. المين كلينيكال فايندنجز بتاعه السفيروسايتوسيس جوندس وسبلينوميجالي طبعا، ونتيجه ان في عندي هيموليسيس كتير، يبقى ممكن الانكونجوجيتد بيلروبين ده بيخلي ان العيانين دول عندهم التندنسي ان يجي لهم جول بلادر ستونز. يبقى معنى كده الكومبليكيشنز بتاعتنا ممكن يبقى في عندي جول ستونز، ممكن بعد كده هو يبقى من ضمن الكومبليكيشنز بيبقى في عندي كرايسيس معينه، يعني انه العيان اللي عنده سفيروسايتوسيس ممكن في الحاله دي بيبقى سبجكتد ان يجي له حاجه اسمها ابلاستيك كرايسيس. ابلاستيك كرايسيس دي لو حصل عيان سفيروسايتوسيس جاله مثلا فايرال انفكشن، في الحاله دي البرودكشن اوف ذا ريد بلاد سيل هيبقى كومبرومايز، دي اللي اسمها الابلاستيك كرايسيس. او ممكن يبقى عندي هيموليتيك كرايسيس، ان البروسيس بتاعت الهيموليسيس بتبقى اكسلريتد، ودي برضه ممكن تبقى انديوس باي فايرال ايلنس. واخر نوع من انواع الكرايسيس حاجه اسمها الميجالوبلاستيك كرايسيس، ودي بتحصل في سيتويشنز اللي بيكون في عندي انكريست ديماندز للفوليك اسيد، وبالذات ديورينج بريجننسي. بنشخصها ازاي؟ احنا قلنا ان في عندنا ابنورمال ستراكشر في الريد بلاد سيل. الابنورمال ستراكشر اوف ذا ريد بلاد سيل بيخليها لايبل انها تبقى ديسترويد لما الريد سيل تتحط في هايبوتونيك سوليوشن. يبقى الاساس التست القديم، وده بقول هنا القديم اللي احنا كنا بنلجا ليه عشان نشخص السفيروسايتوسيس، بيعتمد على الفكره دي انه الريد بلاد سيل لما تتحط في هايبوتونيك سوليوشن في الحاله دي بيحصل لها ديستركشن، ودي الفكره بتاعت حاجه اسمها الاوزموتيك فراجيليتي تيست. عشان نعرف البرنسبل بتاعت الاوزموتيك فراجيليتي تيست دي حاجه سهله جدا، ان النورمال سيل، انا خلي بالنا الرسم على الشمال دي النورمال ريد بلاد سيل لما تتحط في هايبوتونيك سوليوشن. يعني ايه هايبوتونيك سوليوشن؟ هايبوتونيك سوليوشن يعني كميه سوليوتس اقل. في الحاله دي الووتر هتبقى withdrawn inside the red blood cell، ولما تبقى الووتر withdrawn بتتنفخ وبتبقى destroyed، عكس لما تتحط في هايبرتونيك سوليوشن. لما تتحط في هايبرتونيك سوليوشن في الحاله دي الميه بتطلع جوه، بتطلع من الريد سيل نفسها. يبقى هو ده الاساس بتاع الاوزموتيك فراجيليتي. الاوزموتيك فراجيليتي ان انا بحط الويذدرون سامبل من الريد بلاد سيل في بروجريسيف ديكريسنج هايبوتونيسيتي، ونشوف الهيموليسيس هيحصل عند انهي ليفل. طبعا في السفيروسايتوسيس الهيموليسيس والدستراكشن بتاع الريد بلاد سيل
هيحصل at a very low hypotonic solution compared to the normal situation. وهو ده اللي احنا بنسميه الاوزموتيك فراجيليتي تيست. مشكلة الاوزموتيك فراجيليتي تيست انه ليه poor sensitivity. عشان كده هو النيو دياجنوستيك تيست اللي بنشخص بيه السفيروسايتوسيس حاجة اسمها ايوسين ماليمايد بايندينج تيست. الفكرة بمنتهى البساطة ايه هو الايوسين ماليمايد؟ الايوسين ماليمايد ده بتبقى عبارة عن فلوريسنت داي بتمسك في النورمال كومبوننتس بتاعت البروتينز بتاعت السيتوسكيلتون. يعني برضو من غير ما نخش في ديتيلز، احنا قلنا شفنا الكومبلكس ستراكشر بتاع الممبرين اوف ذا ريد بلاد سيل. الايوسين ماليمايد بيمسك في كومبوننت من النورمال كومبوننتس اوف ذا نورمال ممبرين بتاع الريد بلاد سيل. واحنا لسه بنقول دلوقتي ان السفيروسايتوسيس بيبقى كاركترايزد ان في عندي ديفكت في الممبرين او ديفكت في السيتوسكيلتون، يبقى معنى كده بيكون في عندي deficiency في component معين من النورمال components of the cytoskeleton، وبناء عليه كمية الفلوريسنت داي اللي هي الايوسين ماليمايدز في الحالة دي هتبقى الكمية بتاعتها والconcentration بتاعها بيبقى أقل في حالات الاسفيروسيتوسيس. يبقى هي دي الفكرة بتاعت الايوسين ماليمايد تيست، وهو ده اللي احنا بنستعمله دلوقتي عشان نشخص الاسفيروسايتوسيس. الاوزموتيك فراجيليتي زي ما اتفقنا ده تيست قديم وما بقيناش نستعمله دلوقتي. الناس دي علاجها ايه؟ علاجها طبعا انه لو السبلين وصل لحجم معين وفي نفس الوقت انا ببقى عارف انه الهيموليسيس بيحصل جوه السبلين، يبقى الشيء المنطقي انا بشيل الاورجن اللي بيكسر الريد بلاد سيل. يبقى معنى كده هو انه من الريكومندد لاينز اوف مانجمنت بشيل السبلين. وفي نفس الوقت في الحاله دي لو حصل ان الهيموجلوبين ليفل وصل بلو 8 جرام وعندي سيفير ريتيكولوسايتوزس، هو ده برضو بيبقى انديكيشن ان انا ببتدي افكر ان انا اعمل له سبلينوميجالي سبلينكتومي. طبعا نخلي بالنا ان السبلين لما بيتشال السبلين ده واحد من السايتس المهمه بتاعت الريتيكولو اندوثيليال سيستم. يبقى معنى كده لما بيحصل سبلينكتومي يبقى انا بحط العيان ده هو ات ريسك ان يجي له انفكشن. وعشان كده هو مهم جدا ان انا بعد ما اعمل سبلينكتومي بدي النيوموكوكال فاكسينز، وفي نفس الوقت بدي مفروض سبلمنتيشن للعيانين دول بفوليك اسيد عشان ما يحصل لهمش اللي احنا بنسميها الميجالوبلاستيك كرايسيس. النوع الثاني او الشق الثاني من الحاجات اللي بتعمل هيموليتيك انيميا هي موجلوبينوباثيز. الهيموجلوبينوباثيز ده مجموعه من الهيريديتري ديس اوردرز بتبقى بيحصل الهيموليسيس نتيجه ديو تو ذا بريزنس اوف ابنورمال هيموجلوبين. الابنورمال هيموجلوبين يا اما مشكله في السنتس زي في الاستراكشر، يبقى الهيموجلوبينوباثيز دول يا عندي الاسباب بتاعتها يا ستراكشرال يا سينثيتيك، يعني مشكله في البرودكشن او مشكله في الاستراكشر. النورمال سيتويشن ان انا في عندي اكتر من نوع من انواع الهيموجلوبين، يعني الميجر كومبوننت اوف ذا ادلت هيموجلوبين اسمه هيموجلوبين A. احنا اتفقنا ان انا في عندي الهيموجلوبين عباره عن اربعه بولي بيبتايدز ماسكين في بعض وجواهم في عندي الايرن بروتوبورفايرين. يبقى النورمال هيموجلوبين A عباره عن 2 الفا و2 بيتا تشينز. والنورمال ادلت بيبقى فيه كميه اقل من الفيتال هيموجلوبين او الهيموجلوبين F، وده بيبقى 2 الفا و2 دلتا، وكمية قليلة قوي من الهيموجلوبين A2 اللي هو 2 ألفا و2 دلتا. آسف، الهيموجلوبين F 2 ألفا و2 جاما، الهيموجلوبين A2 2 ألفا و2 دلتا. لكن النورمال الماجوريتي بتاعت الأدلت هيموجلوبين اللي هو اسمه هيموجلوبين A ده بيبقى 2 ألفا و2 بيتا تشين. ودي الرسمة بتاعت الأربعة بولي بيبتايد تشين، كل واحدة من دول ماسكة في هيم. الهيم ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أيرن وبورفايرين رينج. ودي برضه رسمه ثانيه بتبين الكومبليكيتد ستراكشر اوف هيموجلوبين. يبقى زي ما اتفقنا الهيموجلوبين ايه 2 الفا و2 بيتا. يبقى اما نيجي نتكلم على الكلاسيفيكيشن اوف هيموجلوبينوباثيز ستراكشر، مشكله في الاستراكشر ده البروتوتايب السيكل سيل ديزيز، مشكله في البرودكشن اللي هي الثلاسيميا وده اللي هي السنتيتك. في عندي حاجات ثانيه يعني ليس كومن تايبس اوف هيموجلوبينوباثيز اللي هي حاجه اسمها hereditary persistence of fetal hemoglobin او الاكوايرد حاجه اسمها الميتاموجلوبينوريا ميتاموجلوبينيميا. لكن اللي احنا عايزين نركز عليه في الدسكشن بتاعتنا اللي هي السينثيتك هيموجلوبينوباثيز، وده البروتوتايب بتاعها الثلاسيميا، والاستراكشر اللي هي السيكل سيل انيميا. ايه المقصود بالثلاسيميا؟ الثلاسيميا ده hereditary تايب من الهيموليتيك انيميا نتيجه defective synthesis of one of the globin chain. الميجور تايب اوف ثلاسيميا اسمها بيتا ثلاسيميا.
يبقى البيتا تلاسيميا عندي مشكله في البرودكشن اوف بيتا تشين من الهيموجلوبين. في الحاله دي ان الكلينيكال سيندروم بتاع الثلاسيميا بيبقى عباره عن ايه؟ نتيجه اول حاجه ان ادكوت هيموجلوبين، وفي نفس الوقت ان في عندي اكيوميوليشن اوف جلوبين سب يونتس. يبقى الابنورماليتي وكلينيكال مانيفيستيشنز اول حاجه هتبقى مانيفيستيشنز نتيجه الانيميا، وفي نفس الوقت نتيجه انه بيبقى فيه accumulation of abnormal globin subunits اللي هي بتبقى الالفا، لان بنتكلم على الميجر ثلاسيميا اللي هي defective production of beta subunits. يبقى معنى كده هو ان الثلاسيميا بتعمل لي hypochromic anemia، زي ما اتفقنا ان من اسباب بتاعه المايكروسيتيك hypochromic anemia. نراجع تاني ايه الحاجات اللي تعمل لي مايكروسيتيك hypochromic anemia؟ iron deficiency anemia، anemia of chronic disease، sideroblastic anemia، وهنا عندي اللي هي الثلاسيميا. طيب يبقى المانيفستيشنز بتاعت الثلاسيميا، نبص هنا ان نبص على الشمال على الكيرسر، انا عندي هنا النورمال عباره 2 الفا و2 بيتا تشين، لكن نتيجه الابنورمال برودكشن بتاعت البيتا هيموجلوبين هيبقى في عندي ديفكتيف برودكشن اوف بيتا سب يونتس واكسس اكيوميوليشن اوف الفا سب يونتس. ده معناها ايه؟ معناها ان في عندي ديكريس برودكشن اوف هيموجلوبين، يبقى ده بيؤدي الى انيميا. الانيميا بتعمل لي تيشو هايبوكسي، والتيشو هايبوكسي هتطلع لي اريثروبويتين، الاريثروبويتين هيشتغل على البون مارو تو كومبنسيت فور انيميا، وده بيؤدي الى اكسبانشن للبون مارو، وبيدي لي الكاركترستيك سكيلتال ابنورماليتيز اللي بتبقى موجوده في حالات الثلاسيميا ميجر. وفي نفس الوقت نتيجه يعني جوه البون مارو بيحصل هيموليسيس. يعني ايه هيموليسيس؟ انه نتيجه ان في عندي ابنورمال بريكيرسرز اوف ذا ريد بلاد سيلز برودوسد انسايد ذا بون مارو، نتيجه الديفكتيف برودكشن اوف بيتا جلوبين بيحصل هيموليسيس ديستراكشن اوف ذا ريد بلاد سيل انسايد ذا بون مارو. الديستراكشن اوف ذا ريد بلاد سيل انسايد ذا بون مارو ده اللي بنسميه ان افكتيف اريثروبويسيس. لما بيحصل ديستراكشن اوف ذا ريد بلاد سيلز انسايد ذا بون مارو يبقى في عندي اكسس ايرن ريليس، يبقى معنى كده ان التوتال ايرن كونتنت هتبقى زايده في الجسم، وده ممكن يعمل لي سكندري هيموكروماتوسيس. وفي نفس الوقت انه a very small amount من ال red cell precursors ممكن يبقى released، وفي الحاله دي السيلز اللي بتبقى released بتبقى hypochromic، لكن نتيجه انها بتبقى abnormal cells يعني فيها abnormal amount من الالفا بيتا سب يونتس بتاعت الجلوبين، في الحاله دي ممكن تبقى associated مع extra vascular hemolysis. يبقى clinical manifestations بتاعت الثلاسيميا بيبقى في عندي سبلينوميجالي نتيجه الاكسترميدالري هيماتوبويسيس ونتيجه الهيموليسيس، وفي نفس الوقت اكسبانشن اوف ذا بون مارو بيكون عندي سكيلتال ابنورماليتيز، والماسيف بون مارو اكسبانشن بيديني في الحاله دي كاركترستيك ابنورماليتيز، وده ممكن يعمل لي ابنورمال جروث كونفيجوريشن. في نفس الوقت ممكن يبقى في عندي هيباتوميجلي وكونجستيف هارت فيلير نتيجه الانكريست ايرن لودز، وفي نفس الوقت ممكن يبقى في عندي هايبوجوناديزم. بنشخصها ازاي؟ احنا قلنا ان الثلاسيميا بتعمل لي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. في نفس الوقت انا محتاج اي نيد تو ايدنتيفاي ان في عندي ابنورمال تايب اوف هيموجلوبين اللي هو نتيجه الديفكتيف برودكشن اوف بيتا جلوبين سب يونتس. في الحاله دي بنعمل حاجه اسمها الكتروفوريسيس، هيموجلوبين الكتروفوريسيس. يبقى يا اما بعمل هيموجلوبين الكتروفوريسيس او الطريقه دلوقتي اللي بنستعملها نيو تكنيك اسمه اتش بي ال سي. اتش بي ال سي ده اختصار هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي. يبقى الابنورمال تايب اوف هيموجلوبين ات كان بي دايجنوزد يا اما بالالكتروفوريسيس او بالهاي بيرفورمانس ليكويد الكترو هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي اللي هو اختصارا بنسميه اتش بي ال سي. العلاج بتاع الحالات دي طبعا سيفير انيميا اي هاف تو جيف بلاد ترانسفيوجن، يبقى باكت ار بي سيز، وفي نفس الوقت زي ما اتفقنا ان الهيموليسيس باي تايم هيؤدي الى انكريس في الايرن كونتنت اوف ذا بودي، هيبقى في عندي انكريس في الايرن لود، وعشان كده انا بضطر في مرحله معينه مع الباكت ار بي سيز لازم ادي ايرن تيليشن ثيرابي اللي هو بندي الديسفيروكسامين. كده نكون خلصنا الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان شاء الله باذن الله هنكمل فيه بقيه الانواع بتاعه الهيموليتيك انيميا ان شاء الله. شكرا.